ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأكارم في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس حسب آخر تحديثات النماذج العالمية. فإن كنت عزيزي المشاهد تشاهد قناتنا لأول مرة لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بجديد أحوال الطقس بالمغرب. إذا فيما يخص حالة الطقس إن شاء الله لهذا المساء 22 يونيو بحول الله، فمن المتوقع أن تستقر الأجواء في معظم مناطقنا الشمالية والمناطق الوسطى من المغرب، وقد تعرف المنطقة الجنوبية من المغرب خلال هذه الساعات القليلة بحول الله نزول زخات مطرية رعدية، وقد يهم الأمر منطقة الداخلة وكذلك قليبات الفولة وكذلك الجريفية كما يتضح من خلال هذا النموذج، أم دريكا كذلك وبئر أنزران كما يوضح هذا النموذج، التي ستعرف نزول زخات مطرية قد تكون رعدية ومهمة كما يوضح لنا هذا النموذج، أوسرت كذلك إضافة إلى منطقة تشلا كما ترون متابعينا الأعزاء. هذا فيما يخص توقعات أحوال الطقس الخاصة بمناطقنا الجنوبية خلال هذه الساعات بحول الله وقوته. بالنسبة كذلك لهذه الليلة بحول الله، فمن المتوقع أن تستقر الأجواء في معظم مناطقنا الشمالية وكذلك المناطق الوسطى من المغرب كما يوضح لنا هذا النموذج، وقد تستمر بعض التساقطات المطرية والتي قد تكون مهمة بحول الله بمدينة الداخلة وكذلك تشيكا قليبات الفولة كما ذكرنا سلفا، وكذلك بئر أنزران بحول الله التي قد تعرف نزول زخات مطرية مهمة ورعدية، وهذه هي المرة الأولى التي تعرف فيها المنطقة الجنوبية من المغرب نزول زخات مطرية مهمة بعد مرور أيام كثيرة على استقرار الأجواء بها في هذه المناطق. ما فيما يخص مناطقنا الشمالية متابعينا الأكارم، فستعرف استقرارا بحول الله في معظم المناطق الوسطى وكذلك المناطق الشمالية من المغرب. بالنسبة كذلك لتوقعات يوم غد الثلاثاء بحول الله خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء القادم، فمن المرتقب إن شاء الله أن تستقر الأجواء في معظم المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى من المغرب، في حين المناطق الجنوبية قد تعرف إن شاء الله استمرار التساقطات غدا بحول الله بكل من أم دريكا وكذلك بئر أنزران كما يوضح هذا النموذج، وقد تكون هذه التساقطات مهمة بحول الله، وبالتالي وجب اتخاذ الحيطة والحذر. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء التساقطات الخاصة بيوم غد الثلاثاء صباحا بحول الله. بالنسبة كذلك لتوقعات المساء اليوم مساء غدا عفوا بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار في معظم مناطقنا الجنوبية باستثناء منطقة بئر أنزران كما يوضح هذا النموذج، التي قد تعرف نزول زخات مطرية مهمة. أما فيما يخص الوسط المملكة بحول الله، فمن المتوقع أن تعرف مدينة ورزازات وكذلك زاكورة تبانت مرتفعات تبانت وتنغير نزول زخات مطرية قد تكون رعدية ومتفرقة في بعض الأحيان، لا ننسى كذلك مرتفعات كيمدن وأمزميز التي ستعرف بدورها نزول زخات مطرية متوسطة ومتفرقة. أزلال كذلك وأملشيل وأسول وتنفيت والريش وميدلت متابعينا الأعزاء، كل هذه المناطق ستعرف نزول زخات مطرية خلال مساء يوم الغد الثلاثاء بحول الله، وكذلك منطقة الشرقية بحول الله وطة الحاج وكذلك تنديت قد تعرف بدورها نزول زخات مطرية بحول الله وقوته، في حين استقرار الأجواء بمناطقنا الشمالية الأخرى. هذا فيما يخص توقعات أحوال الطقس إن شاء الله الخاصة بيوم غدنا الثلاثاء. بالنسبة كذلك للساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء القادم، فمن المتوقع متابعينا الأكارم أن تعود الأجواء إلى الاستقرار في معظم المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من المغرب. بهذا فيما يخص أحوال الطقس الخاصة بهذا المساء وكذلك يوم غدنا الثلاثاء والأربعاء القادم، نلتقي في نشرة إخبارية لاحقة بحول الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.